السلام عليكم طلاب. تجربة ثانية، الكورس الثاني، تجربة رقم 2، استقطاب الضوء. نلاحظ من الشكل هنالك محلل ومستقطب، شريحتين محلل ومستقطب. المحلل يكون على شكل مثل الخطوط، محزز كأنه محززات حزوز، يمر بالضوء، فجزء من عنده يحلل الضوء وجزء الثاني يستقطبه. إذا كان بصورة عمودية فالزاوية تكون 90، بس إذا كان الزاوية الصورة موازية فتكون الزاوية 0. من تكون الزاوية 0 تلاحظ عند إجراء التجربة، نلاحظ هناك ضوء. عندما يكون الضوء على شكل عمودي يصبح إنه من أصبح عمودي الضوء يعني ما يكون موجود، يعني كأنه نقطة سوداء، ماكو أكو أصلا ضوء. هدف التجربة تحقيق قانون مالوس في استقطاب الضوء. أدوات التجربة يتكون من مصدر ضوئي، صفيحتين، مستقطب ومحلل، وكاشف وأميتر. فإحنا أساس عمل هاي التجربة شنو هو؟ خصائص الموجات الكهرومغناطيسية، إن الموجة الكهرومغناطيسية هي موجة مستعرضة بالنسبة لاتجاه انتشارها كما بحثت لكم سابقاً، حيث يتموج مجال كهربائي عمودي على مجال مغناطيسي، ويتموج عمودي على اتجاه انتشار الموجة الكهرومغناطيسية. فالضوء شنو هو؟ أحد أنواع الموجات الكهرومغناطيسية. فتسمح تكون نفاذ مركبة المجال الكهربائي وتمنع مركبة المجال المغناطيسي. يعني عندنا هنا مركبتين، عند مرور الضوء مجال كهربائي وتمنع مركبة المجال المغناطيسي. وبهذه التجربة يصدر شعاع ضوء مكون مثل ما قلنا مجالين مختلفين مرتبطين، أحدهما مجال كهربائي والآخر مجال مغناطيسي، متعامدين على بعضهما. طريقة العمل: نثبت مستقطب ونثبت محلل على زاوية 0. أول شيء إنه هو المستقطب والمحلل هو على شكل قرص مثل الزوايا، إن الزاوية نحددها كصفر، ونسجل القراءة الأميتر، ونقوم بتدوير المحلل تدريجيا للحصول على أقل إضاءة للمصباح عند زاوية 90، ونسجل قراءة الأميتر. يعني عندنا إحنا قلنا من يكون بشكل موازي الزاوية تكون من شكل بشكل موازي، فهي زاوية 0، فتباوعها كأنه الضوء يمر مثل الموجود تشاهده. بس من يكون عمودي فالزاوية تكون 90، كأنه يقطعها وما تمر ولا وكأنه لا يظهر الضوء. نغير زاوية المحلل كل 10 بخطوات متساوية مع تسجيل قراءة الأميتر لكل زاوية. النتائج والحسابات الأمامكم واضحة، اللي هي النتائج انتو احنا حنعطيكم الزاوية والآي القراءة مال بالنسبة لزاوية المحلل هنقراها، وانتو شو حتسوون؟ تكملون النتيجة اللي هي اي على اي نوت، اللي هي قراءة صفرية. القراءة الصفرية طبعا هي شنو؟ القراءة الصفرية اللي هي 1.3، اللي اول قراءة، اللي من نقول قراءة صفرية يعني قراءة الصفر 1.3. ونبدي كل نتيجة نقسمها على 1.3، يعني الزاوية صفر 1.3. من نريد نطلع الاي على اي نوت، ف 1.3 تقسيم 1.3 اللي هي الزاوية الصفرية، فتطلع لنا النتيجة. العشرة الزاوية مالتها 1.2، فاللي نقسمها على ايش قد عم تطلع على اي نوت؟ 1.2 على 1.3، وهكذا 1.1 نقسمها على 1.3. عندنا هنا من حنقسمهن ونطلع كل واحد الكوساين الثيتا تربيع، يعني كوساين الصفر تربيع، كوساين العشرة تربيع، وهكذا. مطلوب منكم إكمال النتائج الآي والآي نوت والكوساين ثيتا تربيع، وحل المسائل والرسم البياني كما وضح. وأعيد أوضح لكم يا من جديد، المطلوب منكم إكمال النتائج والرسم البياني وحل المسائل. هنا عندنا الشيت بالنسبة للتجربة بالجزء العملي، موضح عندكم هنا الدرجات لحد 90، والرسم اللي هو الاي على اي نوت كوساين ثيتا سلوب. السلوب هو اللي يحقق لنا باعتبار قانون مالوس اللي هو اي على اي نوت يساوي كوساين ثيتا تربيع.
الطلاب مطلوب من عندكم أعيد وأكرر الآي على آي نوت تقسموا، والقراءة الصفرية هي 1.3 اللي هي آي نوت، وكوساين ثيتا تربيع نطلعها، والرسم البياني يعني إكمال النتائج وحل الأسئلة والرسم البياني. وشكرا جزيلا.